أنت تتحدث عن هذا بينما مدافعك ورصاصك يزهق أرواحا، وبينما قواتك تقبض على كثيرين وتلفق اتهامات لا أساس لها. قلت وأقول أن إخواننا الذين أودعوا في السجون ومن بينهم وعلى رأسهم الفريق الرئاسي الذي يطارد ويلاحق الآن، ويقولون أن هناك قرارات قضائية هي التي أودعته السجون، وكذلك زملاء لنا محامين هم أيقونة المحاماة، منهم الأستاذ عصام سلطان، ومنهم الأستاذ حازم أبو إسماعيل، والأستاذ عبد المنعم عبد المقصود، والمجاهد المناضل العظيم الأصيل الأستاذ محمد العمدة. أي جرائم ارتكبها أولئك حتى تودعهم السجن؟ قلت في ردهات المحاكم وأعيد أن كل قضاياهم روائح التأليف والتلفيق الممجوج فيها تشم على بعد آلاف الكيلومترات، ومن لا يشمها على هذه المسافة فعليه أن يعالج أنفه، وترى على بعد ملايين الفراسخ، ومن لا يراها فعليه أن يعالج عينه. ومع ذلك من الشذوذ الذي نراه أن الفريق الرئاسي وقيادات حزبنا وكذلك القيادات في المحامين تحبس بأوامر قضائية في دعاوى لا شبهات فيها إطلاقا. ما كان بودي أن أتحدث عن قضائنا حديثا ذلك الذي قاله الأمريكي بالأمس، ولكن لما نحن نضع أنفسنا في هذه المواضع وفي تلك المواقف الغاية في السوء؟ قضاؤنا يسقط حب العسكر.